عندنا اتصال وليد اسماعيل من مصر. طيب انا بس عندي مساله في كتاب الله عز وجل يقول بل. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. وانا اعلم ان كل من يصعد على منبر قناه فدك يعني يقول بان ام المؤمنين عائشه زانيه، فاما ان تاتون باربع شهداء او تاتون بروايه صحيحه عن الائمه عندكم معصومون او انكم تكونون من الفاسقون. فلو سمحت جاوبني وخليني على المايك عشان اناقش في المساله. طيب. إن شاء الله راح تجاوبه، اسمعنا من اليوتيوب أو من القناة من التلفزيون. لا لو سمحتم جاوبوني هنا وإلا ده حيكون هروب ليكم. لا هروب أنت وليس من جاوبوني الآن، وإما ده حيكون هروب. قول لي أنا ما عندي جواب وخلاص. توكل توكل.